السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين: انطلاق مسابقة إقليمية بنواكشوط لحفظ وتجويد القرآن الكريم بمشاركة من بلدان المغرب العربي وغرب إفريقيا. اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية تقدم تقريرها السنوي في نواكشوط بمشاركة شركاء فنيين وماليين. نقاش أول رسالة ماستر في سلك المالية الإسلامية بجامعة نواكشوط حول التأمين التكافلي ودوره في التنمية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن إطلاق مسابقة إقليمية لنيل جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وتجويد القرآن الكريم. يشارك فيها متسابقون من 6 دول إضافة إلى موريتانيا البلد المضيف. وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد الله الداود إن المسابقة تبرز العناية بالقرآن وأهله والتشبث بأخلاق النبي الكريم الذي كان خلقه القرآن. إنكم في هذه المناسبة السعيدة وفي هذه العشر المباركة من شهر القرآن الكريم لتجتمعون حول حدث قرآني متميز ينضاف إلى الإنجازات القرآنية الكبرى، وهو الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية الخاصة بحفظ كتاب الله تعالى وتجويده. هذه الجائزة الأولى من نوعها في تاريخ البلد، والتي تبرز بجلاء العناية الأكيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بأهل القرآن، وذلك إيمانا منه بأن رقي المجتمع وسمو أخلاقه ورفعة شأنه مقاصد مرهونة بامتثال تعاليم هذا الكتاب الحكيم والتشبث بأخلاق وقيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. ولقد حرصت الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد يحيى الحدمين على ترجمة هذه العناية إلى واقع ملموس. نظم في نواكشوط ملتقى لتقديم تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، شارك فيه بعض الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا، إضافة إلى فاعلين في مبادرة الشفافية وناشطين في المجتمع المدني. ويقول المشاركون في الملتقى إن التقرير سيسهم في ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في قطاعي البترول والمعادن. هذا النشاط يدخل في إطار برنامج اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ويهدف إلى تقديم تقرير 2014، التقرير الخاص بالموائمة بين الأرقام والأحجام المبادلات التجارية في مجال الصناعات الاستخراجية. ويشكل هذا التقرير أهمية قصوى بالنسبة لموريتانيا، إذ أن عدم نشره في الأجال المحددة قد يقود إلى تعليق الدولة الموريتانية. لذا عمدت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية إلى نشر هذه التقارير حتى قبل الأجال المحددة من قبل السكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. لذا نحن اليوم نقوم بتقديم تقرير خاص بسنة 2014، وقريبا إن شاء الله سيتم تقديم أيضا تقرير خاص ب 2015، لذا تكون موريتانيا قد أكملت نشر جميع التقارير وقبل الأجال المحددة من قبل السكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية. نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط أول رسالة تخرج في سلك الماستر بالمالية الإسلامية، وتناقش الرسالة موضوع التأمين التكافلي ودوره في التنمية الاقتصادية بموريتانيا، ويشرف عليها بعض الأساتذة الباحثين في المجال الاقتصادي. أول رسالة تناقش ماستر المالية الإسلامية في جامعة نواكشوط، ونعتبر هذا بالنسبة لنا حدثا كبيرا، لأننا طالما انتظرنا أن تكون لجامعة نواكشوط مساهمة في تطوير المالية والتمويل الإسلامي، وقد قبلت مشكورة افتتاح هذه الشعبة المتعلقة بماستر المالية الإسلامية 2014، والآن نشرف اليوم على مناقشة أول رسالة في هذا الماستر، والدفعة الأولى من هذه الشعبة ستتخرج هذا العام. ومن خلال التكوين الأكاديمي لهذه الدفعة الذي يمزج بين الجانبين
الجانب الاقتصادي والمالي والجانب الشرعي. نعتقد أننا بإذن الله تعالى وفقنا في المساهمة في تخريج كفاءات وطنية لها القدرة على معالجة والتعامل مع القضايا المالية والاقتصادية والمصرفية من المنظور الاقتصادي والمالي. أطلقت عناصر من الشرطة قنابل مسيلة للدموع على العشرات من سكان الحي الشعبي الواقع بالقرب من مستشفى العيون المعروف شعبيا بمستشفى البعمات. وتقول مصادر إن تدخل الشرطة جاء بعد رفض السكان الرحيل عن الساحة التي يسكنون بها وسط العاصمة نواكشوط من أجل تنفيذ بعض المخططات العمرانية. خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي للوظيفة العمومية. وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيد نعالي والمحمد خونة إن التخليد يشكل فرصة لإطلاع الرأي العام على أبرز ما تحقق في إطار النظام المندمج. وأضاف والمحمد خونة أن قطاع الوظيفة العمومية قام بتحيين وتكملة النصوص المطبقة لقانون الوظيفة العمومية في البلاد. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. نقاش موسع في احتفالية اليوم العالمي للوظيفة العمومية خصص للاحتفاء بالمراجعات والتغييرات الكبيرة التي طالت قوانين الوظيفة العمومية في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة. وزير الوظيفة العمومية أوضح أن تخليد هذا اليوم يشكل فرصة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على ما تحقق في مجال النظام المندمج وجعل الترتيبات والإجراءات المسيرة له موضعا للتفكير والنقاش وتبادل وجهات النظر بغية الوصول إلى الأهداف المنشودة، وسعيا إلى أحكام المنظومة المسيرة لعمال الدولة وموازاة مع هذا النظام المندمج واستكمالا له. قام قطاعنا بعدة إجراءات، منها على سبيل المثال تحيين وتكملة النصوص المطبقة لقانون الوظيفة العمومية، إعادة تصنيف عمال الدولة في الأسلاك المنشأة بموجب النظم الجديدة، حوسبة تسيير عمال الدولة من خلال نظام مندمج وهو آلية متطورة ستضمن عقلنة وشفافية تسيير الإدارة والمال لعمال الدولة. وشملت الفعاليات المخلدة لليوم ورشتين تم خلالهما نقاش مواضيع من بينها النظام العام للوظيفة العمومية، عوامل القوة والضعف، والمراقبة القانونية للقرار الإداري في مجال الوظيفة العمومية. كما شملت الفعاليات إقامة معرض في باحة قصر المؤتمرات منظم من طرف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوظيفة العمومية والمكتب الوطني لطب الشغل وعصرنة الإدارة للمساهمة في تخليد اليوم. مش جايين هون اليوم العالمي للوظيفة العمومية، عندنا فيها عندنا إدارات عامات عندهم عدد من النشاطات يعرضوه، وعندنا نظام جديد لمسيرين الاشخاص اللي هما ليجيسيونير دي ريسور الزمان، نظامهم الخاص عارضينه، واليوم يومنا العالمي. وتقول الحكومه انها تسعى لمزيد من تكريس تحديث الاجراءات والمنظومه القانونيه والاداريه. وفي هذا السياق تمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات وتعزيزها بخلية فنية، وفتح مجال التعاقد في الوظيفة العمومية على كافة مستوياتها سعيا لترقية الخدمات وتطوير الأداء بالخبرات المتاحة. من ناحية أخرى، احتج عدد من الشباب المهندسين العاطلين عن العمل أمام القصر الرئاسي بنواكشوط تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي للوظيفة العمومية للمطالبة بتوفير فرص عمل. ويحتج العشرات من الشباب حملة الشهادات العاطلين عن العمل أمام القصر الرئاسي ووكالة ترقية تشغيل الشباب للمطالبة بفرص عمل. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. بالتزامن مع اليوم العالمي للوظيفة العمومية الذي تخلده بلادنا كل عام على غرار المنظومة الدولية، بالتزامن معه ما يزال آلاف العاطلين عن العمل بما فيهم حملة الشهادات يعانون من شبح البطالة الذي يرتفع مؤشره في موريتانيا حسب المتابعين. هاي وقفتنا الخامسة، ونختار نأكد أن الوقفات مستمرة حتى تلبيه جميع المطالب المشروعة والمتمثلة في التشغيل. غياب استراتيجية واضحة للتشغيل، لو كانت في استراتيجية واضحة للتشغيل ما يعود فيه مهندس واحد عاطل عن العمل، يعودوا المهندسين كامل يشتغلوا، بين الدولة فاصلة فيهم وقادر على اكتتابهم ولا عاجزة كما يقول البعض.
طرقنا جميع الابواب ولا اجبرنا اي استجابه ولا اي تعاطي مع قضيتنا، وبالتالي قررنا من نلجوا لهذه الوقفه، لكن نعطي الجهات المعنيه والراي العام جزء من معاناه المهندسين الموريتاني. لا تخطئ عينك يوميا وقفات احتجاجيه من طرف تجمعات العاطلين عن العمل على مر ايام السنه. عشرات اللافتات أمام القصر الرئاسي الملاذ الأخير للشباب العاطل عن العمل الذي يلجأ إلى هذا المكان الذي أصبح قبلة جميع المحتجين. ويطالب العاطلون عن العمل في موريتانيا والذين يشهدون تزايدا في النسب حسب أحدث الإحصائيات، يطالبون بوظائف تؤمن لهم الحياة الكريمة على ثرى وطنهم الذي ضحوا من أجله حسب تعبيرهم. صنف موقع جلوبال بترول برايس موريتانيا في صدارة الدول العربية من حيث غلاء أسعار المحروقات. يأتي ذلك في وقت يحتج فيه حراك مانشار غزوال كل أسبوع في نواكشوط للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات بموريتانيا. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. موقع جلوبال بترول برايس العالمي يصنف موريتانيا في صدارة الدول العربية من حيث غلاء أسعار المحروقات، حيث يصل سعر اللتر فيها 1.28 دولارا، تليها المغرب التي يصل فيها سعر اللتر وفق الموقع 1.06 دولار، وتونس التي يباع فيها لتر المحروقات ب 0.73 دولار. وتبرر الحكومة الموريتانية غلاء أسعار المحروقات رغم انخفاضها العالمي بأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بموريتانيا يختلف عنه في باقي البلدان التي انخفضت فيها أسعار المحروقات. وترى الحكومة أن غلاء أسعار المحروقات لا ينعكس بالسلب على الطبقة الهشة في المجتمع، والتي تستفيد من توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة. تبريرات لا تروق لعشرات الشباب الناشطين فيما بات يعرف بحراك مانشار غزوال الذي ظهر إبان انخفاض أسعار المحروقات في العالم. ويطالب شباب مانشار غزوال الذين يحتجون كل أسبوع عند ملتقى طرق مدريد وسط العاصمة نواكشوط تنديدا باستمرار غلاء أسعار المحروقات، يطالبون السلطات الموريتانية بتخفيضها على غرار ما هو حاصل في العديد من بلدان العالم. فاز الطفل الموريتاني المصطفى ولددة البالغ من العمر 15 عاما في مسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث احتل المرتبة السابعة. وأشاد ولددة في تصريح لقناة المرابطون بعد وصوله مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، حيث كان ذووه في استقباله، أشاد بدعم وزارة الشؤون الإسلامية وذويه في الوصول إلى هذه الرتبة. أشكر الله عز وجل أولا وأخيرا، وكذلك أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي التي يعني فعلت لنا هذه المسابقة التي رشحت من قبلها لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. يعني كنت الحمد لله أمثل موريتانيا في جائزة دبي للقرآن الكريم وحصلت على المرتبة السابعة، وأشكر الوالدين وكل من ساهم في وصولي إلى هذه المرحلة إلى أن حفظت القرآن الكريم. مدير التوجيه الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور محمد لمين والشيخ أحمد أشاد بفوز موريتانيا بهذه المرتبة، داعيا إلى الاهتمام بالقرآن وتعليمه للأبناء. مفخرة نذكرها ونعتز بها، وهنيئا للأسرة التي أنجبت هذا الابن المبارك، وهني والدته وكذلك الوالد على ما قام به من تربية حسنة له. وكذلك أنا أعرفه صراحة، شارك معنا في مسابقات كثيرة وكان دائما من المتفوقين حفظه الله تبارك وتعالى. وهي رسالة أرسلها من هذا المنبر لأبنائنا ولأمهاتنا، أنه عليهن أن يدركوا أن الأبناء نعمة، ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي. كذلك المرأة هي مدرسة، الأم مدرسة، كما قال شاعر العراق: الأم مدرسة إذا عدتها عدت شعبا طيب العراقي. وهذا القرآن الكريم هو حبل الله المتين كما قال ابن بري في نظمه. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. انطلاق مسابقة إقليمية بنواكشوط لحفظ وتجويد القرآن الكريم بمشاركة من بلدان المغرب العربي وغرب إفريقيا. اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية
تقدم تقريرها السنوي في نواكشوط بمشاركة شركاء فنيين وماليين. نقاش أول رسالة ماستر في سلك المالية الإسلامية بجامعة نواكشوط حول التأمين التكافلي ودوره في التنمية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 11 تتابعون نشرة إخبارية مفصلة بحول الله، وفي الحادية عشرة والنصف تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع متعاقدو التعليم في موريتانيا وعدم الترسيم. دمتم في أمان.